انقطع ظهري إنها ثلاث ساعات عم نجلي وما خلصناش بعد يعني قد ما يعني ما بيمشي الحال بلا ما نعمل كنا هاي العشاء امبارح كان عندنا آه، 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 عمادي والعمادي كانت ساعة ستة يعني أنجى هيك ستة ونص خلصت العمادي وجينا على البيت لهون وكانت لك سهرة رمية المشاوي مشاوي الويسكي العرق كل أنواع المشروب وعم نحتفل نحتفل انه ابن بنت رابطنا انه تعمد هلا اكيد بالعماده يعني ما كانش في ناس كتير يعني اربع خمسه يمكن وبعدين وقت اللي جينا على العشاء هون هي الساحه كلها تعبت هلا ضبضبنا شوي ما لحقتش ضبضب كثير كل الاشياء بعد في بس كمان الصحون وال كنا عم نستعملهم تبولي تبولي وشو بدك و... كل انواع الاكل الطيب يعني كنت بتلاقيه هون وبتعرف انت يعني هيك عمادي بدون ما يكون في بدون ما يكون في دبكه وراقصة وبدون ما يكون في غنانة وبدون ما يكون في زهزة من زهزه انه هيك مش حلو يعني العماده لانه انه يعني الواحد يحكي الدغري يعني انه تروح تعمد وتجي على البيت هيك دغري تحس بفراغ تحس انه في شيء ناقص و... و... وفي كثير ناس يعني بيعتبروا انه يا خي الكنيسه كنيسه والبيت بيت يعني انه مرة في حدا قال لي, قال لي أنت الخوري إلك بس بالكنيسة بريت باب الكنيسة ما إلك دخل لكن عم نقول إنه إنه ضروري يعني كان كل ما نعمل عمادة أو أول قربانة أو أو هيك هول الاحتفالات يعني الأساسية هني بالكنيسة ضروري يكون في عشاء وغدا ومدري شو قال لي إيه أنت ليش بدك تغير عاداتنا؟ اه قلت له شغله مش شغله عادي بس انا عندي سؤال يعني انه انت ما بتنبسط الا يعني العماده وحده فرحه المعموديه لابنك او ابن ابنك او بنت ابنك ما بتكفيها يعني يعني هي العماده بحد ذاتها ما مش كافيه يعني ما بتفرحك؟ قال لي ما هي عماده يعني جوابي طبعا انه ما مش مقنعه يعني مانا جوابات مقنعه بس انه يعني اكسسوار يعني العماده مثل ما ألا اكسسواريتها وبتلاقي الناس بيهتموا من وين جابوا المنشفه ومن وين جابوا الصابوني والشموع وبعدين البونبونيرات اللي بتتوزع انه هاو كمان بينحسب حساب يعني انه هودي اكسسوار للعماده أه هلا انا بس عم بعمد كمان ما بشوف حدا من الناس فاهم هلا رغم انه انا كل مره بالعماده بشرح فسر الرموز هلا أه مش كثير يعني الناس بتلاقيهم فاهمين او بجاوبوك بس تطرح سؤال مهم انه هن انه عم بيعملوا يعني الواجب او اللي لازم يعملوه وبعدين خلص مش مشكله وحمل حنو بس ما ادراك هي العماده كل السر فيها بانه وين رح نتغدى وين رح نتعشى وكمان كل البرنامج بيكون محضر هيدا ما عدا التصوير وي المصورين اليوم صايرين سوري عم بعمل ضجه كثير المصورين اليوم صايرين كمان بيعملوا لك مش عم بحكي عن الي منصور والي عبيد اللي عم بيصوروا هلا لا لا عم بحكي انه تصوير بوقت العمدات يعني كل مره بيمرضوا لك قلبك المصورين لانه بيصير في عندهم فنون تصوير قبل ما نوصل على المطعم وبعد ما ونحن وعم ناكل ومن بعد المطعم ما اكيد بده يكون في هيك فن فن بالتصوير وفن بنقل الحدث بس آه، آه، تخلص العمادة بالكنيسة تاخذ نص ساعة ومن بعد ما يكون عم آه، 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 عم بحكي جد بعد ما يكون البطل بوقت وقت العمادة مش الولد اللي عم نعمده آه، ومش اهله في عدة ابطال اولهم المصور يلي يعني بيخرب الدنيا لانه هو بده ياخذ الكادرات اللي هو بده اياها لا بيحترم قدسيه المطرح ولا بيحترم كنت عم بعمد مره بيقول له المصور للولد طبس بالماي طبس بالماي جون المعموديه عم يعني بيقول له طبس بالماي طبس بالماي طلعت فيه هيك شو طبس بالماي نحن ويننا على البسين انه اوقات بيزعلوا منك شو هالخور الجفس انه انا يزعل مني بس ما انه ما فيش قدسيه للاشياء وبتجيك بالسهره وقت العماده الولد نايم جوا او مش جوا يمكن نايم وما حدش باله فيه يمكن او الخادمه يعني مع احترامنا للخدم بيكونوا هن عم بيهتموا فيه وعم بيطعموه والام والبي حاملين الكيس وعم بيدوروا على الناس على المعزيم عم بيدقوا كاس انه وياهم وعماد مباركي وعماد مباركي وعماد مباركي <applause> طيب كيف يعني عماد ما ليش في عماد مش مباركي؟ وبدور الكيف و... وياما في سهرات بتخلص بمشاكل لانه لعده اعتبارات يعني ما بعرف يعني في عده اعتبارات في حدا ما لم يحترم في حدا ما طلع له هديه في حدا ما حكى حكى معه تخلص مرات السهرات بالمشاكل والناس بفلوا على بيوتهم ويحوا انا خلصت عماد العماده وقالي ساعتين عم بجلي وهذا ما عدا اللي عملتهم بالليل خلصت السهره الساعه 3 4 وما عادش في وقف وهلا كمان قطع ظهري لو بتعرفوا قديش صار في اشياء جاليينها ومفوتينا لجوا تنشطفهم و... و... وبعد في ضده وهيك على كمان يعني تطلع الدورة على أهل الولد أه... إذا كان عامل الأهل عاملين الحفلة بال مش بالمطعم بالبيت بس اليوم ما بقى حدا يعمل بال بالبيت لأنه المطاعم كلاس أكتر وشيك أكتر إنه وبعدين ترتاح المدام أكتر آه كان كنت في بطلين بعد بال بال بالعمادة المصورين بيكونوا هن الأبطال وثاني شيء الستات الستات وتحديدا امه للولد اللي عم بيتعمد الثياب جديده واللي على الموضه اللي بتبقى لابستها والكعب العالي وبعدين آه، آه، العراب والعرابه اللي مريت كمان العراب بيكون ما له دخل بالسر بيكون مش مؤمن ما بيجي على الكنيسه وبيحطوه عراب لانه اما مدير شركه اما آه، اذا مش مدير شركه شخص مهم اما بتعرفوا في في اعتبارات اجتماعيه وين صار السر؟ انه ايه فعلا انا شفت ناس عرابين ما خصهم ما بيعرفوا شو بدون على شو صار بالماي هون نقزتني إيه يمكن لانه عم بحكي وعم عم بعلي صوتي اخر على خاطرها المي ايه بيجيك العراب ما معه ما عندهش فكره ابدا شو هي العماده بس هيك لانه بعدين بالتصوير ببين انه فلان كان هو العراب مع انه العراب له دور روحي مع الولد اللي عم بيتعمد بس اكيد مش مش هيدا مهم لانه خلص العراب يمكن بتشوفه يمكن ما بي يعني الولد عش يشوفه ولا بيعرف مين اللي كان عرابه لأنه هيدا مش مهم بس انه مهم بالصور كان معبيها ومبيض وجه الاهل بالمعموديه وهيك من من تسخيف لتسخيف ومن تسطيح لتسطيح ومنشوف بعدين انه ما بين شي بحياة الولد يعني تعمد وما معه خبر شي هو ومفترض عرابه وعرابته هن يلي يسهروا على على حياته المسيحية وبالأول الأهل قبل العراب والعرابة بتشوف كتير ولاد بطلوا بعدين يعني تعمدوا تيسيروا مطرح لهم مطرحهم بالكنيسة يصيروا مشاركين بحياة الكنيسة ويربوا بالإيمان عم حبة يسوع على المشاركة بالحياة الكنسية بس هيدا الشيء قليل تنشوفه بنعرف من نهار المعمودية إذا هالولد رح يكون له مستقبل روحي مستقبل كنسي أو لا يعني الأهل بيكون ما معهم خبر والولاد وين بدهم يتربوا مع أم ولبيهم بس إذا الأم والبي على غير موجة يعني كيف بدك كي اياهم يطلعوا من هيك بتكون هاي الحفلة الأولى بيرجع بيجي حفلة تانية بعدين نحكي عنها هي حفلة الأول الأربانية اللي بتشبه حفلة المعمودية ومن حفلة لحفلة بس أنا رح أختم رح وقف الحديث رح وقف الجلي بس تأطرح هذا السؤال أنه فعلا لما أنا بعمد ابني هالفرحة بتكون ناقصة يعني بينقصة سهرة وعشا وطبل وزمر تتكتمل الفرحة هيدا هو الفقر الروحي إذا عن جد أنا عم بعمد ابني وعن جد فرحان بيلي عملته مني محتاج لفرح تاني نوع أكل وشرب ومعزيم إذا فعلا هي فرحة روحية أنا ما بحتاج وما بحس بالفراغ إنه خلصت المعمودية وجينا على البيت جه مثل كأنه مثل كأنه خلصت عقلنا بيتنا على الطريق شو بدنا نعمل؟ سيارات بدهم يشوشوا علينا اذا اذا كان العماده ما بتعطيني الفرح الروحي بانه هالولد صار ابن الله الاب وابن الكنيسه وصار يقدر ياخذ بقيه الاسرار وبلشت مسيرته بالايمان، اذا هيدي مش فرحه ما في شيء رح بفرحني، والدليل انه بعد يومين في عنا سهره تانية لانه في عرس وبعد ثلاثة ايام كمان في عماده ثالثه وكمان عرس وهو كلهم من ضمن العائله. لكن من سهرة لسهرة إنه تتشوفوا قديش في عطش أو قديش في فراغ قديش من جوا ما بنعرف الفرح الحقيقي وينه خلينا أنا وياكم ننتبه إنه إيه فرحة المعمودية وحدة بتكفي وفرحة الإكليل والزواج ويسوع الثالث بتكفي مش محتاجين لا نعمل عشاء ولا نعمل أكل وشرب لأنه هي بتصير بريت المنطق المسيحي بس في ناس بيعرفوا هيك وبرضه بيقول خلينا نكمل الجلي افضل في ناس ما بدها تسمع بس في ناس بتحب تسمع